استراتيجية النهوض بالبناء بالبنية الطرقية بالمناطق النائية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة لأحدهم الكلمة. تفضل السيد النائب. سيد الرئيس السلام عليكم. سيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية النهوض بالبنية الطرقية بالبوادي والقرى. سيد الوزير، تنشكركم على الاعتمادات المبرمجة والمرصودة ولكن مع كامل الأسف ما شملاتش المناطق، بعض المناطق كالدائرة اللي تنتمي لها أنا، معروفة بالجهاد وقبيلة إسماعيلة وتزام خليبقة. لقد أعطيتم السيد الوزير وأنا كنت حاضر في 2018، أعطيته الانطلاقة ديال الطريق الجهوية الرابطة بين وتزام مولي بوعزة. أنا كنت من الأعيان ديال القبيلة هذيك الساعة، أنا كنت حاضر. مباشرة بعد ما جيت السيد الوزير انطلقت الأعمال بشهرين لثلاثة، توقفت إلى يومنا هذا ما عرفنا السبب. الساكنة تتساءل لحد الآن. شكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. قضية السيد النائب حنا غنفكوها. أنا غير بغيت نقول لك مزيان اللي طرحتي هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بالطريقة باش هو مطروح تيخفي واحد الإشكال اللي حنا تنحاولوا نعالجوه. دابا حنا تنديروا صفقات، تنفتحوا الصفقات وتتجي تبع الحال في واحد المقاولة، وعموما تنقولوا في الجهات وفي الأقاليم مزيان نعطيو شوية الأولوية للشركات والمقاولات اللي تتكون في المنطقة. من بعد تيوقع مشكل المقاولة، المسطرة المعمول بها قبل ما تفسخ العقدة خصك تنبهوا واحد ثلاثة المرات دي ميزون دو مور، ومن بعد تفسخ العقدة وخصك تعاود دير دير طلب ديال صفقة العروض. أنا أتفهم بأن بالنسبة للمواطن صعيب يفهم هذه القضية، تيقول وزارة تجهيز مادام هذيك الشركة ما خداماش يحيدها ويجيب شركة أخرى، لكن الأمر ليس هكذا، الأمر فيه تعقيدات. هذه التعقيدات الإدارية من شأنها حماية المصالح الأطراف الأخرى من جهة المقاولة وكذلك من جهة الوزارة. هاد بالنسبة لهذا ديال وتزم غنحلوا الآن، حنا الآن غنفسخوا العقدة وغادي نعاودوا نديروها، لكن أنا بغيت نقول هو حنا صعيب علينا واحد المقاولة خدات المشروع أننا نشكوا واش يمكن لها تكملوا وما يمكن لهاش تكملوا، حيت شي مرات يوقع لها مشاكل في الخزينة ديالها في التريزوري ديالها. حنا ما عندناش هذه الإمكانية، حنا تنعتمدوا على لا كلاسيفيكاسيون، على التصنيف ديالها بطبيعة الحال، وعلى أنها التزمت بدفتر التحملات وتتاخذ سميتو. فرجاء انتم ساعدونا باش غير المواطن يتفهم هذه الاشكاليه اللي هي اشكاليه اداريه، ونسعى جهدنا الا يقع هذا، لان هذه القضيه الطريق بطبيعه الحال عندها واحد الاهميه قصوى بالنسبه للساكنه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيبكم سيد النائب، تفضلوا. همو السيد الوزير، تنتفهموا الجواب ديالكم. اللي بغيت نقول لك السيد الوزير، راه منذ 2018 بدات الاعمال ديالها وتوقفت، دابا تدير حوادث سير. يا ريت كل ما كل ما كانش خاسره كاع كون قاد تزيد اللي غادي يكمل ديريكت. واسمح لي ماذا بينا سيد الوزير تزورونا تما كتشوفوا، مرحبا بكم. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيد الرئيس، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. الطريق الرابطه بين السوق الاربع والزان لا في شقها الوطني ولا شقها الاقليمي هي في وضعيه كارثيه تندر بالخطر. إلى سقت فيها السيد الوزير ستتخذون قرارا عاجلا بضرورة إصلاحها قبل أن يقع ما يقع. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب من فريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس المحترم. اعتبار السيد الوزير، اعتبار للطبيعة القروي لإقليم تلغير من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي، نطالبكم بالتدخل على وجه السرعة لإنجاز المسالك الطرقية القروية التالية، بناء الطريق الرابطة ما بين قلعة مقونة وأزيلة العبر إغيل المقون، إصلاح النقطة السوداء ما بين وإتمام ما تبقى من الطريق الرابطة ما بين بومال مسمرير على يمين الشيل، توسيع وتقوية ما تبقى من الطريق الرابطة ما بين تنغير وبني ملال عبر ايمن الشيل، توسيع الطريق الرابطه ما بين بومال وإكنيون، اصلاح النقاط السوداء في الطريق الرابطه ما بين تنغير وحصيه عبر النيف، تقويه وتوسيع الطريق الرابطه ما بين تنغير واسول عبر ايتاني، بناء الطريق المدار الحضري بتنغير. شكرا سيد الوزير المحترم. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ كلمه للسيد الوزير للرد على التعقيبات. هاد الموضوع اللي تارو السيد النائب مشكورا، حنا تنحاولوا الان نحاصروه ما امكن، لانه فعلا هو بعض الشركات
قبل او بعض المقاولات قبل ما تتوصل الانذار ديالها ماشي تتكون وقفات الاشغال، تتكون غير خفضات فيهم، وبالتالي هذا يمكن يشرح علاش شي مرات ياخذ الوقت. بالنسبه للطريق اللي طرح السيد النائب المحترم غنمشي نشوفها ان شاء الله. القضيه ديال اتخاذ قرار ماشي بالضروره لانه خصها تكون داخله في واحد البرنامج. بالنسبه للنائب السيد نائب التجمع الدستوري رانا داك الشيء تقريبا اللي تيقولوا اكادوا اكون حفظته عن ظهر قلب لنا في كل جلسه تيعاود يقولوا. شكرا سيد الرئيس. شكرا.